لسه متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا أستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي الكبير. يا أستاذ سامي منورنا ومشرفنا. أهلا بيك أستاذ. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ إن شاء الله كل خير إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. طبعا يعني عايزين نتكلم عن المباراة، مباراة أكيد مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي بعد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1 في برج العرب. كيف ترى أو كيف تنظر لمباراة الإياب؟ حقيقة أنا يعني بداية كده يعني خش في الموضوع على طول وأقول لك إن أنا متفائل إلى حد كبير. لعيبة الأهلي عندها ذخيرة من الخبرات. تمام. وعندها هدفين يعني ده حسابيا كويس قوي يعني. فأنا متفائل إلى حد كبير جدا إن لعيبة الأهلي اتمرست على استاد رادس وعارفة إن هو يعني مش هقول إن وشه حلو على الأهلي ولا حاجة، لا. عارفين الجمهور التونسي، علاقتنا كروية بالجماهير التونسية طويلة جدا والخبرات متبادلة بين الاثنين. فما فيش يعني يعني أنا شفت ملامح القلق كده في كل التقارير الصحفية اللي واردة لنا من تونس. وحتى محمد بيه مرجان في تقريره الأمني يعني في شوية قلق شوية. اللقاء اللي شفته مع كابتن الخطيب ومسؤولين النادي التونسي في برضه الوجوه كده فيها شويه صلابه. لا انا متاكد ان الماتش هيبقى كويس. جمهور تونس عنده حماسه عاليه، انما احنا عندنا خبرات انا براهن عليها. ان شاء الله الاهلي يقدر يتماسك في الشوط الاولاني على الاقل يعني، وهنرجع بالكاس ان شاء الله. موضوع التفاؤل شويه بملعب رادس، احنا بقى لنا مباريات كثيره يعني، احنا تقريبا لعبنا مباريات كثير في ملعب رادس ما خسرناش غير مرتين زمان يعني، لكن موضوع التفاؤل بالقصه دي شايف ان هو في محله في توقيت؟ لا انا مش مع القصه دي تحديدا يعني، انا متفائل بامكانيات النادي الاهلي وفريقه النادي الاهلي وزخم الخبرات الموجوده في صفوفه. صحيح يعني الفرقه اتغير شكلها كتير عن السابق، مثلا عن اخر بطوله 2013 بالظبط اتغير شكلها كتير، وانما اللي فيه نقل حلو ومتين للخبرات والروح دي، روح النادي الاهلي اللي هي عارفه اللعيبه دي عارفه ان الجماهير ما بتقبلش الا بالفوز. في ده جهد مهم قوي وده نقطه مهمه جدا مع مدرب انا شايف ان هو ممتاز كارتيرون، وكابتن محمد يوسف عنده خبرات اخرى مع البطولات الافريقيه عظيمه جدا. يعني في المقابل فرقه الترجي بعيده جدا عن البطوله الافريقيه من سنوات طويله يعني بالظبط، اخر مره فازوا بيها اعتقد شعباني ده اصلا مدرب مؤقت يعني. يعني في عوامل تفوق للاهلي كبيره جدا. وبكرر تاني بقول الهدفين دول مش قليلين في بطوله كبيره زي دي، محتاجين بس ان احنا بدل ما نركز على ونشغل نفسنا بالامن واللي هيحصل قبل المباراه وبعد المباراه واثناء المباراه، لا نركز في المستطيل الاخضر قوي قوي. على الاقل 45 دقيقه الاولانيين ونقدر او يعني عندنا قدره ان احنا ندير الماتش زي ما احنا عايزين يعني. فرقه الاهلي تقدر تلعب بدون مدرب يعني، ف عارفين هم مطلوب منهم ايه، لازم بس الكوره تبقى يعني في رايي انا الشخصي، طبعا انا مش عايز اخش في ناحيه تحليليه، بس لازم يبقى اللعب في نص ملعب الخصم بقدر المستطاع، تخفيف التقهقر شويه ورا يعني. ما فيش تقهقر خالص. التقهقر بيعمل اخطاء طبعا، الاخطاء موجوده ومش عايزين نخبي على نفسنا ان في بعض دفوهات والعيوب في خط دفاع النادي الاهلي. دي مش عيب يعني، دي بتحصل في اي فرقه، يجي ضعف هنا ضعف في الهجوم ضعف في الوسط وبتتعوض. بس الظروف احيانا لما نلاقي واحد زي احمد فتحي بره من محمد نجيب بره، دي خبرات مش موجوده بالزبط. وفي خط الدفاع انت مطالب ان انت تامن وتخطف هدف ان شاء الله زي اللي حصل في الصيف مع الكابتن في الماتش اللي فات دور قبل النهائي ونجاح النجم يعني الذهبي وليد سليمان في تحقيق هدف يعني كان مهم جدا. اتمنى ان ده يحصل برضه. المهم اهم حاجه بس ما نخليش الثلث الهجومي ده يعني الثلث الدفاعي بتاع فرقه النادي الاهلي يكون اكثر تماسكا، واللعب يكون في نص ملعب الخصم او على الاقل في نص ملعب المباراه كلها،
عشان نخفف الضغط شويه. ده اللي اتصوره ان هو كارترون بيفكر في كده يعني. طب بمناسبه كارترون وحضرتك في بدايه كلامك اتكلمت عنه وشايف ان هو مدرب من وجهه نظرك ان هو مدرب كويس، هل حاجه تحسب له ان هو يعني بيستلم الفريق بعد ما كان خلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا، يحقق 4 انتصارات متتاليه، يتصدر مجموعته، يتاهل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام الترجي؟ طبعا طبعا يتحسب له، يتحسب له نتائجه في الدوري، يتحسب له يعني شكل كمان الفرقه اتغير كتير. يعني طبعا يعني لازم نقول ان ده بيستلم من كابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري في وقت من الاوقات كان الفرقه بتاعته عاليه جدا طبعا طبعا، وحصل دروب في الموسم الاخير نتيجه اجهاد. تمام. مشكله كارترون ان هو استلم فرقه مجهده جدا يعني يعني ضاع منه اكثر من نجم في الفرقه نتيجه الاصابات والاجهاد، طبعا اجاييه نجيب يعني حتى أزار يعني نقول مش هيلعب الماتش ده، بس هو أزار مره شويه يلعب وشويه ما يلعبش، علي معلول، يعني كل دي عناصر كويسه، عناصر كويسه جدا ومهمه في فرقه النادي الاهلي. لما يعني لما كارترون يمشي بدون اغلب هذه العناصر من بدايه مشواره في بدايه الموسم حتى الان، ويعوض الكبوه اللي كانت موجوده في بدايه التصفيات بتاعه دوري المجموعات لبطوله افريقيا ويتصدر، ده شيء ممتاز جدا. واعتقد يا استاذ سامي ان هو ايضا يعني رجع بعض اللاعبين المهمين جدا بقالهم فتره او يعني ما كانوش في مستواهم، زي ميدو جابر واحمد حمودي، ايا يعني كان لو يعني مستواه مش في الطب دلوقتي، بس يعني برضه ان هو دخله. ما ده ذخيره الاهلي بقى بالظبط يعني انه انا كمدرب ما كنتش اقدر يعني احط اللعيبه اللي هي على الدكه دي تكون جاهزه بقدر كبير جدا لاي مهمه في اي وقت، يبقى انا مدرب مش قد كده. فالكارترون يعني اظهر لنا الحكايه دي، بيغير شكل الفرقه شويه بشويه، وفي ناس كثيره جدا كانت يعني تكاد تكون يعني هتنساها زي حمودي مثلا. بالظبط. حمودي كان خلاص يعني خلاص لحظات يعني موجود اصلا، الناس ما كانتش مقتنعه ان هو بقى لعيب في الاهلي، فجاه لقيناه بيلعب في اخر اللحظات يعني فتره صحيح يعني ليه بيغيب لحظات وبيظهر لحظات مهمه جدا، وده برضه تكتيك، بس اللحظات اللي بيظهر فيها بتبقى حاسمه يعني. ده تكتيك ان خلص الماتش يعني يعني ازارو برضه هو نوع معين من اللعيبه مطلوب في الملعب طبعا، حمودي نوع معين برضه اخر طبعا. حته يعني في كمان وليد سليمان ده يعني طلع كل اللي عنده في الفتره الاخرانيه دي صراحه، وليد سليمان يعني بمساعدة يعني طبعا بعد يعني نص ملعب فضي في النادي الاهلي في فتره من الفترات، وليد سليمان عوض المساله دي بشكل جميل جدا وايجابي جدا، واصبح من نجوم النادي الاهلي لا غنى عنه في هذه المرحله. فيعني كلها مقومات، انا شايف ان الاهلي في طريقه للقب باذن الله يعني، وهيرجع منه لان الجمهور التونسي انا تعاشرت معاه يعني فترات اكثر من مباراه في تونس سواء في رادس او في المنزه، وجمهور كروي جدا متحمس جدا، لكن بيحترم الخصم لما الاقيه كعبه عالي. بالظبط. فالعب العب وادي، وفي الاخر انت عندك 90 دقيقه وان شاء الله ما قلقش من تحكيم. مش قلقان من التحكيم؟ انا شخصيا مش قلقان من التحكيم. ليه؟ ليه بقى؟ اولا ده نهائي افريقيا تمام، والماتش اللي كان هنا برضه كان نهائي افريقيا تمام، بس النهائي اللي في رادس موجود فيه رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم تمام احمد موجود فيه المجلس التنفيذي كله، العيون بقت عليه قد كده لان طبعا طيب. في جدل كتير حصل. ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. يعني الجزئيه دي اسمح لي اختلف معاك فيها، لان السنه اللي فاتت انا كنت موجود في مباراه الاهلي والوداد اللي هناك اللي كانت هي المباراه الحاسمه في الفوز باللقب يعني، كان موجود احمد وكان موجود اعضاء كتير من الكاف، وكان موجود شخصيات مهمه جدا، ومع ذلك كان في اخطاء تحكيميه رهيبه خلال هذه المباراه. المباراه الاولى كمان اللي كانت في مصر من الاهلي والوداد كان في اخطاء تحكيميه رهيبه رغم وجود برضو شخصيات، يعني اعتقد دي مش هتبقى انا مش بقول دي نقطه حمايه، انا عايز اقول ان لعيبه الاهلي لما ينتبهوا ان اهميه المباراه والناس الموجوده وبتاع ما ياخدوش في ان مساله التحكيم مساله تخوفهم او تقلقهم تمام، بس ده اللي انا عايز اقوله حتى لو مش موجودين. انا برضو يعني العب بقوه وثبات، ثبات النفسي مهم جدا. مركز يعني مع التحكيم؟ لا مركز مع التحكيم خالص ولا مع الجمهور. يعني حته يعني دي ايه الفرق بين الاهلي وغيره؟ الاهلي ما خبراته كلها يعني، ما الاهلي لعب في كوتوكو في اشانتي. بالظبط بالظبط. يعني طبعا ده كلام قديم يعني شويه يعني ولعب في رادس يعني وبيطلع بنتائج ايجابيه. بيرجع باللقب. وبيرجع باللقب، فيعني ايه المشكله؟ يعني انا يعني لازم الجيل ده صحيح الجيل ده ما خدش بطولات افريقيه كفايه في المستوى الفاينل،
عدد قليل. على فكره خدوا السنه اللي فاتت برضه يعتبر شبه نفس القايمه يعني. بالظبط. لا لحد كبير السنه بس ما عندهمش الخبرات الكفايه يعني. هي صحيح البطوله بتاعت السنه اللي فاتت الوداد والبطوله دي، انما في حوالي عدة سنوات من 2013 يعني غاب فيها عدد كبير جدا من النجوم القدام. فيعني انا ما بخافش لا من الجمهور ولا من التحكيم، العب وبكون عندي ثبات نفسي جدا وهدفي واضح. ان انا معايا هدفين. اكيد كارترون بيعمل حساباته على الهدفين دول ولا طبعًا. يعني مش هيغامر. اكيد طبعا اكيد طبعا يعني هو مش هيغامر بمباراه مفتوحه يخسر فيها كتير. لان هو مش مطالب بحاجه. يعني اذا ربنا وفق النادي الاهلي ان شاء الله بهدف في الشوط الاولاني الدنيا هتختلف خالص وهنقدم احلى نهائي يا رب ان شاء الله. فانما ما تيسرش الوصول للهدف انا ما يجيش فيا جون. ده نقطه مهمه جدا. وما تحطش تحت ضغط. يعني تحت ضغط انا ممكن اجيب في نفسي جون وحصلت يعني. يعني حصلت من لعيبه الاهلي يعني. الضغط بيورد اخطاء كبيره جدا فاحنا مش في غنى عن هذه الاخطاء. فان شاء الله يعني انا لا احط في دماغي هجوم حكام ولا جمهور لفرقه منافسه. يعني زي ما كان جمهور الاهلي موجود بقوه في استاد برج العرب اتوقع الجمهور التونسي وقف جد بقوه جدا. طبيعي. ايه اللي خرج من جمهور الاهلي في الماتش برج العرب غير التشجيع المثالي الممتاز؟ واتوقع من يعني ده اللي هيحصل برضه في رادس. وان كان يعني ممكن برضه شويه قلق ما انتهبش ما فيش داعي احطها في دماغي ولا لا حتى لو حصلت. حتى لو حصلت ان شاء الله. طيب الفار مدى افادته من وجهه نظرك يعني سواء في المباراه اللي فاتت او المباراه الجايه ان شاء الله؟ والله الفار ده انا اصلا انا شفته كاس العالم. تمام. رزل يعني رزل رزل في رايي انا يعني. انا بحب الكوره بالباك اللي بيقلش بالغلطات التحكيميه والاخطاء التحكيميه والمهاجم اللي بيضيع فرص سهله والحارس المرمى اللي بيعمل مصايب. يعني دي كوره. فيعني اشمعنى الحكم اللي هحط على رقبته سكينه؟ فيعني ده رايي الشخصي برضه. طبعا هي تكنولوجيا جديده وانما هي ليها يعني مردودها السلبي. لان طبعا يعني النهارده بقف من دقيقه لدقيقتين عشان اروح اتفرج على الشاشه واحط الجمهور في قلق. رتم المباراه بيقتل السرعه والريتم والحلاوه والزه. وممكن برضه يبقى يعني الحكم مخطئ والفار مخطئ برضه يعني طبعا. يعني انما الخطا ده مقبول يعني. يعني كوره بقى لها فوق القرن ونص بتتلعب يعني. فالاخطاء موجوده والمتعه موجوده. ده رايي. انما طبعا هو سعي الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالتالي اللي يكون في قدر اكبر من العداله. لكن كانت التجربه اظن كانت ان هي تبقى في بدايه البطوله الجايه افضل في بدايتها. نجحت نكمل، ما نجحتش ما نكملش. انما اجي في النهائي و يعني احط العقده في المنشار و اشوفها ان هي يعني اختيار توقيتها مش مناسب خالص يعني. توقيت بتاعها مش مناسب. اختيار توقيت مش مناسب لان مثلا ما حدث في برج العرب الجدل اللي حصل لو الصفاره بس هي الموجوده ما كانش حصل الجدل ده. ولو الصفاره بس. مخطئ الحكم مش مخطئ وده وارد. انما طبعا هو الفار بيقلل من الاخطاء التحكيميه يعني نسبيا. ما هو بيراجعها بس يعني بيسحب المتعه من الملعب. فده رايي الشخصي. وان كنت يعني طبعا ده خلاص بقى وقع. بس كنت اتمنى انه يكون يبدا من البطوله الجايه مش النهائي. مش هذا النهائي يعني يبتدي مره واحده من بدايه البطوله. يعني وقيمه. بس خليني اقول لحضرتك ان برضه مع بدايه البطوله في ادوار ال 32 مثلا خلينا نبتدي من بلاش الدور التمهيدي. في بلاد عندها امكانيات ضعيفه جدا ما ينفعش ان انت تحاول تستخدم الفار فيها. فممكن يكون دي احد الاسباب يعني. لا هو الفار حسب ما انا عارف ان هو مجموعه اجهزه بتتنقل الاتحاد الافريقي. اوكي بتتنقل من البلد دي للبلد دي حسب الاحتياج. في بلاد عندها مشاكل في البث وفي التلفزيون اساسا. ممكن بس طبعا ما خلاص يبقى لو انت عندك الامكانيه ان انت تطبقها يعني ان جنرال يعني خلاص يبقى انت كده جبت جون. يعني انما هتطبقها مره ومره لا. طب نفترض ان الاهلي بيلعب في بلد من البلاد اللي انت بتقول عليها دي النهائي. هتطبقها ازاي؟ صح.
نفترض ان احنا هنلعب مع كل احترام الدول الافريقيه ان بلد امكانياتها ضعيفه جدا بس وصلت للنهائي. هو الموضوع بيبقى محتاج ملعب مناسب، ملعب مناسب في شروط كامله لازم تكون وبس موجودة. طبعا على مستوى طبعا عالي جدا وغير مشوش، ويعني في التكنيكال بقى الفني التلفزيون ده مساله مش سهله. يعني انا اتصور ان هو كنت اتمنى انه يبقى في صفاره بس يعني. الاجواء المحيطه بالمباراه، مباراه العوده بالتحديد، الدوشه اللي شفناها والكلام الكتير كمان من الجانب التونسي، والله دي يعني شايف ان دي ممكن تاثر على المباراه من الناحيه الفنيه بالتحديد؟ آه وبالتحديد طبعا. كمان ممكن تاثر على النادي الاهلي ولا رؤيتك ليه كوزي؟ لا تاثر على المباراه بشكل عام. وانا بقول في بدايه كلامي ان اتمنى لعيبه الاهلي ما يحطوش في بالهم الكلام ده نهائي. ووجود مجلس اداره الاهلي كابتن خطيب وكل مجلس اداره الاهلي موجود هناك لهذا الهدف تحديدا. ومحاضرات اكيد كارترون ومحمد يوسف برضه في هذا الاطار. وانما طبعا في ضغط، في ضغط عام. مش هقول ضغط اعلامي، الاجواء اتخلقت كده. لكن الشطاره بقى ان انا اتفادى كل ده، يعني الشطاره ان انا اتفادى كل ده. انا عندي هدف محدد، عندي بطوله غايبه من بقى لها 5 سنوات وانا متعود عليها، عندي كاس عالم الانديه يعني 5 مرات رحتها فده حقي. هو الاهلي اتعود على اجواءه كمان. طبعا. وعلى فكره يعني دي جايزه، اكبر جايزه، اكبر من كاس افريقيا نفسها. ان انا العب في كاس العالم واشوف المستويات العاليه بالزبط الاوروبيه واللاتينيه وبتاع، دي الجايزه اللي اللعيبه عايزه، اللي ما خدش حتى فرصه احتراف بيشوفها لما بيلعب مع الناس دي، فبتبقى جو تاني. انا يعني يعني اسعد 4 مباريات، 4 بطولات كاس عالم انديه من الـ5 اللي لعبهم الاهلي. فكنت بشوف لعيبه الاهلي يعني روحهم مختلفه طبعا، نظرتهم للكوره مختلفه، احتكاك مختلف. هو طبعا الاحتكاك مختلف بس عندهم بيتنقلوا نقله نفسيه في الاستعداد وفي الجو العام وكل حاجه بتختلف معاهم جدا. فانا مش شايف بقى حته الاجواء دي، يعني هزعل جدا لو اثرت على لعيبه النادي الاهلي، يعني هتبقى بدايه للخساره واحنا ما نتمناش هذا. اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبره الكافيه للتعامل مع هذه الامور. ده اكيد يعني. يعني الشطاره ان انا اقلب الطاوله على المنافس اللي معايا وخلي الضغط ده عليه هو مش عليا انا. بالظبط. انا عندي رصيد هدفين، عندي رصيد اقدر افوز بالتعادل، عند يعني في كذا حاجه، يعني عندي فرص كتير جدا ان انا ان شاء الله اشيل الكاس وارجع بيها مصر ان شاء الله. فما بعدش الهدف ده عني. وجود لعيب زي حسام عاشور في وسط الملعب ده مهم جدا طبعا على فكره، خبره كبيره، لانه خبره كبيره وقادر ان هو يقود لعيبته وزملائه في الملعب. وليد سليمان، وليد سليمان طبعا، وليد سليمان يعني جهده بيبقى في النص القداماني ده عالي جدا. هو حاطط دماغه في النص القداماني ده الاولاني والثلث الهجومي. حسام عايز يظبط الفرقه، ودي نقطه مهمه جدا. حسام عاشور انه يظبط الفرقه وايقاعها وتنفيذ التعليمات. وانا يعني وجود الاثنين اللعيبه دول انا متفائل بيهم الى حد كبير، مع باقي طبعا اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله عليهم. في جديه وفي رجوله، وان شاء الله الكاس للاهلي ان شاء الله. طيب سؤال بشقين، السيناريو المتوقع من وجهه نظرك والسيناريو اللي بتتمناه من وجهه نظرك. اتمنى طبعا الاهلي يفوز 1-0. سيناريو المباراه، شكل المباراه ممكن تبتدي ازاي؟ يبقى يعني في ضغط مثلا هجومي من الترجي؟ لا طبعا. الاهلي يدافع شويه، يبقى في توازن. هو السيناريو المتوقع ان في يعني هنقدر نقول ايه، يعني الاهلي هيهاجم هيدافع 60-40. وده طبيعي جدا. 60-40. ممكن تتطور مع ظروف المباراه. والترجي هيهاجم 80-20. لان هو النهارده هو كل تدريباته خصوصا ان بعض الشعباني استعاد بعض اللعيبه اللي كانت يعني مصابه في الماتش اللي فات ما لعبتش. بالظبط. منهم ايمن بن محمد ده ما اعتقد، يعني اعتقد لاعب مهم جدا. ايمن بن محمد، بس هو طبعا عنده غياب فرانكوم وشمس الدين الزوادي. فطبعا فرانكوم احد امر لاعبي الترجي بصراحه، طبعا غيابه هيكون مفيد بالنسبه لنا. يعني نلعب على الحته دي. نلعب يعني هو بس كان احنا ناقصنا اجايي وناقصنا احمد علي معلول وعزارو فتحي. لا هم عندهم برضو عناصر مهمه جدا ناقصه، يعني هم مش متفوقين علينا فنيا يعني. فالسيناريو اتوقعه ان الاهلي
يحاول يمتص المباراه من البدايه من نص الملعب ويقفل مساحات الى حد كبير ويعني يكون اللعب من لمسه واحده على اساس ان يحصل امتلاك للكره اكبر وقت واستحواذ. ده بيساعد نفسيا ان الجماهير تحس بيك اكتر وانت تحس بنفسك في الملعب ويربك الخصم. في المقابل فرقه الترجي ليس امامها سوى يعني اللعب على الوقت. اللعب على الوقت. فاللعب على الوقت معنا ان هو بيدور على جون من اول ربع ساعه. فده جون مش هيجي الا بضغط هجومي. طبعا. فهيلعب ضاغط بشده جدا واتوقع عنف كمان لان دي اسلوبهم. اتوقع عنف شديد واحتكاك جامد في الكرات المشتركه. لازم نكون احنا اكثر ثباتا وقوه حتى يعني نعدى على الاقل ثلث ساعه الاولانيه يعني. يعني من وجهه نظرك شايف اصعب فترات المباراه اول ثلث ساعه؟ طبعا طبعا. لان دي بترسم بعض الملامح للمباراه نفسها والنتيجه. بتدي ثقه اكثر لأهل ان شاء الله لما يكون ما فيش جوان خالص وتبتدي تاخد وتاكل في ثقه لاعب الترجي تدريجيا تدريجيا حتى انتهت الشوط الاولاني. وفي هيبقى في تكتيك ثاني في الشوط الثاني من كارترون لو النتيجه 0-0 تمام هي الساعه الاخيره. يعني ف يعني على الاقل ما لازم نتماسك شويه الشوط الاولاني ونتوقع هذا الهجوم الكاسح من لعيبه الترجي وندور على اي فرصه او انصاف الفرص. يعني عندنا كمان عفوا اتفضل الكرات الثابته لازم نستغلها كويس قوي. الضربات الركنيه لازم نستغلها كويس ونبقى يعني فيها كثافه شويه. يعني احنا انا ملاحظ في الماتشات الاخيره الضربات الركنيه من نلعب بره بيروح 2-3 بس يعني. لا احنا دي 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 انصاف الفرص بقى. ولازم ندور ممكن تدينا جول يغير البلان بتاع الماتش كله يعني. فالضربات الثابته كمان عندنا وليد متميز فيها جدا. فلازم يبقى دي تركيزنا ان احنا انصاف الفرص دي او اربع الفرص كمان ما نستهنش بيها. جماعيه اكثر دي نقطه مهمه. في انهاء الهجمات المتوقع انها تكون قليله شويه ونادره بالنسبه للاهلي. طيب حضرتك مع صلاح محسن ولا مروان محسن اللي يبتدي مكان وليد ازار؟ هما ورقتين يعني تمام. يعني انا ابدا بمروان محسن لانه اكثر خبره تمام وعنده رصيد دولي اكثر و بس محتاج ان هو ياخد جرعه حماسيه اكثر وانه يكون مقاتل بشكل شرس يعني ويبقى في الاحتكاك وينزل مع لعيبته في وسط الملعب. واذا يعني لم يوفق في ان هو يمثل الضغط هو صدره مش ان هو في الماتش ده انه يهدف يعني تمام انما يزعج دفاع بالظبط زي ما كان ازارو بيعمل كده المباراه بالظبط كده ويدور على ضربات جزاء يدور على ضربات حره قريبه من منطقه الجزاء يبقى مشاكس جدا يبقى مشاكس جدا يعني ما يهمتش يعني طب دي متوفره اكتر في صلاح ولا في مروان؟ لا هي موجوده في صلاح اكتر عشان السرعه تمام. انما مروان عنده خبرات اكتر يعني انا العب ابدا بمروان ويعني حسب مجريات المباراه ممكن وحتى لو مروان يعني استهلكت طاقته البدنيه في 30 ساعه او العفوا 60 دقيقه الاولى من المباراه هتفضل 30 دقيقه انا ممكن العب بصلاح لان الـ مع افتراض ان مفيش اهداف في الاهلي ان شاء الله في النص ساعه الاخيره انزل صلاح سرعاته هيكون يعني دفاع الترجي يعني استهلك شويه بدنيا والسرعه هتفرق بقى بالنسبه لصلاح يعني تمام. طيب الشعباني رايك في ايه؟ المدرب بتاع الترجي التونسي انا ما اقدرش اقيمه طبعا يعني هو تولى مهمه في ظرف صعب ليه مدرسه خاصه كده في التعامل يعني ان هو بيضغط على الحكام مش عارف ايه مع المدرسه دي ولا لا هو لو هو كده يبقى مش هينجح يعني لو هو دي حرفته يعني ان هو يضغط على الحكام وبتاع يعني هيطرد وهيطرد وهيطرد لما هيخسر فرقته خالص يعني. طيب اخيرا توقعات حضرتك؟ لا ان شاء الله الاهلي 1-0 ان شاء الله يا رب. او 1-1
يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دعوات كل المصريين بالتاكيد. استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد بحضرتك معنا. انا اسعد والله، ربنا يخليك. طيب ده كان لقائنا مع استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وكان الحديث طبعا عن مباراه الغد ما بين الاهلي والترجي. واحنا بنختم دايما ندعي نقول يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الغد، ان شاء الله يقدر يرجع لنا من تونس بكاس دوري ابطال افريقيا، البطوله المهمه والمميزه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، ومن ثم كمان التاهل لكاس العالم للانديه. دعوات كل المصريين للنادي الاهلي غدا ان شاء الله، يا رب النصر للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، استنونا يوم السبت ان شاء الله مع زميلتي العزيزه شيماء صابر، وان شاء الله يكون النادي الاهلي جيب اللقب كمان وتكون حلقه مميزه. استنونا وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا، الى اللقاء.